ودلوقتي معنا جامعة جدارة تقديم دكتور أحمد جمال ودكتور سخاء الروابي. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبيين خاتم النبيين أجمعين. جدارة عليك بهي السلام، فأنت المحج وأنت المقام، وعهدا سنبقى لك أوفياء، ونبقى منار الهدى والمرام، وننهل منك رحيق العلوم ونور الحروف وزهو الكلام. السادة والسيدات الحضور الكريم، نجتمع معا على أرض مصر المحروسة. أتى الجميع اليوم من كل مكان متطلعين إلى مستقبل واعد ومشرق. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، كل باسمه ولقبه، ونأمل في أن نتوصل معا إلى نقطة انطلاقة ننير بها المجتمع، وتكن جامعة جدارة بالمملكة الأردنية الهاشمية جزءا فعالا في تقدم المجتمع. والآن دعونا نطرح إلى حضراتكم أهم التخصصات العلمية بجامعة جدارة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وده اللي هيتكلم عنه بالتفصيل الدكتورة سخاء الروابدة. تتفضل. مشكورة. يعطيكم العافية جميعاً. أنا سخاء روابدة من الأردن، بتشكركم على الضيافة الجميلة وعلى حضوركم. رح نعرض كمان شوي فيديو عن جامعة جدارة يلي رح تكون بأسعد وأبهى لما تنضم إلها باقة جميلة من طلاب مصر. خلينا نشوف الفيديو بالأول. جدارة عليك بهي السلام، فأنت المحج وأنت المقام. جدارة عليك بهي السلام، فأنت المحج وأنت المقام، وعهدا سنبقى لك الأوفياء، ونبقى منار الهدى والمرام، وننهل منك رحيق العلوم ونور الحروف وزهو الكلام. جدارة عليك بهي السلام. شكرا لكم للمتابعة. زي ما شفنا بشكل سريع، جامعة جدارة بتشمل على 7 كليات، 2 طبية وما تبقى علوم إنسانية. عندنا كلية الصيدلة تشمل برنامجين، اللي هو برنامج الصيدلة وبرنامج دكتور صيدلة. عندنا كلية العلوم الطبية المساندة فيها برنامج الرعاية الحديثة يلي هي العناية المركزة، وبرنامج المختبرات اللي عندكم بالتحاليل. عندنا البرامج الإنسانية كلية التجارة اللي هي الأعمال، فيها التسويق، المحاسبة، كلية قسم الأعمال. عندنا كمان إنترنت الأشياء، محمد بتشمل كمان. عندنا كلية الهندسة ب3 أقسام، الطاقة المتجددة، الهندسة المدنية، وعندنا هندسة الحاسوب والاتصالات. هلا خصوماتنا في الجامعة بتبلش من 30% ل50%. عندنا خصم، هاي المفاجأة اللي أنا راح أحكيها من رئيس هيئة المديرين، شكرا لدكتور شكري. طلابنا المصريين اللي راح يسجلوا من خلال المعرض اليوم لهم خصم 10% على جميع التخصصات. هاي دائمة سواء التخصصات الطبية اللي هي أكثريتها 6 سنوات، أو التخصصات العلوم الإنسانية اللي هي 4 سنين. وأهلا وسهلا فيكم. خلوني أقول لحضراتكم باقي التخصصات علشان ناخد فكرة أكبر عن الجامعة. بشكر طبعا أختنا وزميلتنا العزيزة دكتورة سخاء على الطرح القيم.
احنا عندنا باقي التخصصات، كلية الهندسة بتشمل 3 أقسام، قسم هندسة الاتصالات والحاسوب، قسم الهندسة المدنية، قسم هندسة الطاقة المتجددة. كمان عندنا كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، في قسم الرياضيات، وفي قسم انترنت الأشياء، وعلم الحاسوب. في قسمين تم استحداثهم، ودول يعتبر من أحدث التخصصات اللي بتواكب سوق العمل، وهم شبكات الحاسوب والأمن السيبراني، وأيضا الروبوتات والذكاء الاصطناعي. كمان في قسم هندسة البرمجيات، أيضا في كلية الأعمال، العلوم المالية والمصرفية، تكنولوجيا معلومات الأعمال، التسويق، إدارة الأعمال، المحاسبة، ذكاء الأعمال، إدارة الموارد البشرية، العلوم الجمركية والضريبية. يعني في طبعا كلية الأدب واللغات، فيها أقسام التاريخ واللغة العربية وأدبها، واللغة الإنجليزية وأدبها، واللغة الإنجليزية والترجمة، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال والتصميم الجرافيكي. في كمان كلية القانون وكلية العلوم التربوية بأقسامها، وأيضا في تخصصات وبرامج الماجستير. دلوقتي هنسعد بانضمام سعادة الأستاذ الدكتور خالد العمري، عميد القبول والتسجيل، وسعادة الأستاذ وليد حلوش، مساعد رئيس جامعة جدارة للعلاقات العامة والإعلام. شكرا يا دكتور، يسعد مساكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. أنا وليد حلوش، مساعد رئيس جامعة جدارة الأردني للعلاقات العامة والتسويق. المعلومات كفاية أعطوها الإخوان، بس حاب أضيف نقطة، أنه تسهيلا على طلبتنا من مصر، تم فتح حساب بنكي في البنك العقاري المصري للجامعة في الجنيه المصري، حتى نسهل على الطلبة الدفع وما يتغلبوا بالتحويلات ونقص الدولار. وأي استفسارات احنا موجودين، دكتور خالد، أنا، دكتور أحمد، سخاء، الكل موجود. أهلا وسهلا فيكم جميعا في بلدكم الثاني الأردن، وسعيدين فيكم تكونوا جزء من جامعة جدارة للتميز. تفضل دكتور. يعطيكم العافية جميعا. أنا دكتور خالد، عميد القبول والتسجيل في الجامعة. ما بدي أضيف على اللي حكوا زملائي، لكن بدي أحكي بعض الميزات الموجودة في الجامعة. وليش الجامعة معتمدة اعتمادا عاما وخاصا على مستوى العالم جميعا، وعندنا أيضا اعتمادات دولية، عندنا 4 اعتمادات دولية موجودة، وهي جميع الاعتمادات مصنفة تصنيفا عالميا. هلأ إيش بيميز الدراسة عندنا؟ أولا الطلاب المصريين الراغبين الالتحاق عندنا، احنا هون عندنا يعني الان وكيل بيشتغل جميع الاوراق المطلوبه، مش مطلوب اي جهد من الطالب، هو بيجهز الاوراق والملف وبيبعث لنا اياه، واحنا بنستكمل الاجراءات وبنبعث مشان نسهل عمليه الدخول الى الاردن والاقامه. الطالب لما يصل احنا بنكون في استقباله، وبنقوم بكل الاجراءات في الاردن، بنامن له سكن وبنسهل كل اموره، وله بكون رعايه خاصه خلال كل فتره دراسته بالجامعه ومتابعه. على المدى القريب إن شاء الله سيكون لنا مكتب ارتباط دائم هون في القاهرة، مكتب ارتباط دائم باسم جامعة جدارة، على أساس تكون الأمور إن شاء الله أسهل، ويكون التواصل يعني بين أهالي الطلاب الموجودين هون والطلاب اللي في الأردن بطريقة أسهل، وكل الإجراءات إن شاء الله بتكون سليمة. لأن طالبنا هناك إحنا اللي بلتحق معنا ما بنتركه نهائياً، الطالب بيكون مؤمن في المواصلات مجانا. احنا المواصلات يمكن عندنا فيها تكلفه شوي في الاردن، لكن طالبنا مؤمن من والى الجامعه، تامين مواصلات مجاني. ايضا بيكون في عنده تامين صحي بارقى المستشفيات والعيادات الطبيه ولكل التخصصات، فلا سمح الله لو الواحد صار معه اي شيء التامين الصحي هذا بغطيه، وهي التكلفه مجانيه، يعني المواصلات والتامين الصحي مجانا. ايضا الطلاب المصريين راح يكون لهم يعني وحده خاصه فيهم، بحيث انه ما يتغلبوا مع الطلاب الاخرين في امور التسجيل والمتابعه، في جهه اداريه ايضا بتتابع كل امورهم وبتسهل لهم كل امورهم. ما بعرف يعني يمكن حكوا زملائي، لكن في عندنا تخصصات احنا فريده من نوعها، برد انا بكررها، عندنا الفارمادي دكتور الصيدله، اللي ما بعرف عنه احنا الجامعه الخاصه الوحيده في الاردن عندنا فارمادي،
هذا هو تخصص اسمه دكتور صيدلي، يعني الطالب بيدرس الطب مع الصيدلة، يعني بيدرس 6 سنوات كاملة وبكون هو الكلينيكال فارماسي في مصر، كلينيكال فارماسي الجامعة الوحيدة في الأردن، يعني صيدلة سريرية، يعني هو بكون يشتغل جزء من شغل الطبيب، وآخر سنتين في الجامعة هناك 5 وسادسة راح يكون مداوم في المستشفيات سريريا، وهو اللي بيوصف الدواء، هو اللي بتابع العملية الدوائية. التخصص الثاني الفريد من نوعه عندنا، اللي هو احنا الجامعة الوحيدة اللي دمجنا شبكات الحاسوب مع الأمن السيبراني، يعني بعض جامعات بتدرس شبكات حاسوب والبعض بدرس أمن سيبراني، احنا جمعناهم، يعني احنا بنعد الطالب بنهيئه انه كيف يسوي شبكة الحاسوب، شبكات الحاسوب والأمن السيبراني كيف يحميها على كافة المستويات سواء اللوكال أو الانترناشنال أو إلى آخره. أيضا تخصص الروبوتات والذكاء الاصطناعي إحنا بادرنا فيه، يعني إحنا بنعلم الطالب كيف يتحكم في المكن، لما نحكي روبوت يعني المكن، سواء كان المكن صناعي أو المكن طبي، أنت بتصير في عندك القدرة على أنك تبرمج كل المصانع اللي بتصنع أي شيء، اللي بده يصنع زي هذا المايك عن طريق الذكاء الاصطناعي، بتكون مهمة الطالب اللي تخرج من عنا بحيث أنه هو يبرمج كل الماكينات لغايات هذا الأمر. أيضا بعض العمليات الجراحية المتطورة بتكون أيضا برمجتها في الذكاء الاصطناعي من خلالكم بعد ما تتعلموا عنا لإجراء العمليات الجراحية بأفضل طريقة. أيضا عنا برامج ماجستير متنوعة في كلية العلوم، في كلية الهندسة، أنا بدرس في كلية الهندسة، بدرس طلاب الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية، هذا البرنامج يعني بعطي اعتماد دولي للبي ام بي، طلاب من جميع التخصصات وخاصة التخصصات الهندسية اللي بيرغبوا الدراسة عندنا 13 تخصص. أيضا ما يميزنا احنا عن بعض الجامعات اللي هو الرسوم الدراسية عندنا مخفضة جدا جدا جدا، يعني أنا مش راح أحكي عن الأرقام، لكن هذا ممكن يكون تلمسوا على أرض الواقع إذا بتدخلوا على الويب عندنا أو بتراجعونا في موقعنا. اللي فيه أي استفسار ممكن الآن يستفسر. وشكرا. ممكن أضيف نقطة، أنه الدراسة بالأقساط، أقساط مريحة طبعا، وحاجة مهمة لبناتنا الطالبات أنه الجامعة في سكن قريب على الجامعة برعاية الجامعة، وبناتكو في عيوننا طبعا، والشباب لهم سكن بيساعدون بالسكن، استقبال من المطار والعودة للمطار أيضا لما بيسافروا، تسهيلات الإقامة كاملة وكل رعاية وعناية. وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم الثاني الأردن، جامعة جدارة للتميز. أي استفسار جاهزين؟ لو أنا درست صيدلة في الأردن وبعد كده رجعت، هقدر أزول المهنة هنا؟ طبعا طبعا. إيه؟ هاي الأستاذ وليد بجابك، لأنه في تجربة سابقة عندنا، في طلاب تخرجوا صيدلة من عندنا. نعم، الجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية والعالمية والآي اي يو، أيضا معتمدة للمجلس الأعلى للجامعات في مصر، وطلبتنا اللي تخرجوا موجودين ومعهم كرنيهات وموجودين هنا، يعني ممكن حتى تلتقوا فيهم معهم كرنيه. هي مادة تشريعات دوائية لازم كل يدرسها في مصر من أي بلد في العالم، مادة واحدة فقط بيدرسها في جامعة القاهرة أو أي جامعة مصرية، تشريعات دوائية فقط، ويتعادل فقط 6 hours. تفضل. أي استفسار؟ الويب عندنا سهل جدا، www.jadara.audio.jo، جدارة JADARA. أي استفسار إن شاء الله ادخلوا على الويب على البريد الإلكتروني reginfo@jadara.audio.jo وبتم إجابتكم. أي واحد بحب كمان يرفق الأوراق بنبعث له مباشرة قبول مبدئي، واللي بحب يكمل كمان معنا زي ما تكلمنا في التسهيلات اللي حكينا عنها، وأهلا وسهلا بالجميع. قبول المبدأ ما بياخدش أكثر من ساعة في الجامعة، والورق إحنا بنختمه ليكم في عمان، السفارة المصرية، الخارجية الأردنية، للتعليم العالي إحنا بنختمه كله للطالب وهو موجود هنا، نبعته بأرامكس لوكالانا وهم بياخدوا الموافقات من السفارة الأردنية في القاهرة وبيسافروا على الأردن بيلتحقوا بالدراسة،
طبعا الدراسة American System يعني credit hours، فصلين دراسيات، فصل صيفي summer season اختياري optional للطالب، لما بياخده بيعقل في التخرج. آخر شيء إحنا يعني اللي بلش فيه أخونا الدكتور أحمد جمال عيد، أخونا من مصر، هو أصلا من جامعة الأقصر والآن هو عندنا في الجامعة رئيس قسم التصميم الجرافيكي. بدي أحكي لكم عن تجربة بسيطة في الأردن. في الحقيقة أنا مش هقدر أتكلم على الجانب التعليمي أكتر من كده طبعاً، يعني دكتور خالد أوفى وكفى يعني، والأستاذ وليد، لكن أنا حابب أطمنكم في تجربة السفر. يعني كتير مننا بيكون عنده الرغبة إن هو يسافر يدرس برا مصر، لكن بيكون عنده نوع من التخوف إنه بينفتح على ثقافة جديدة أو إنه بيتعامل مع مثلا أمور مختلفة. في الحقيقة أنا شهادتي مجروحة، يعني كوني أنا بحب الأردن وإن أنا أنتمي لجامعة جدارة فشهادتي مجروحة، لكن خلوني أقول إن فعلا التجربة هتكون فريدة، في مميزات كتير، يعني يمكن أكترها بلد عربية نفس العادات والتقاليد، المسافة مش بعيدة بالطيران، التكلفة هناك يعني شبه مصر كتير جدا، فمش هتحسوا بغربة. يعني زي ما قلت لكم شهادتي مجروحة، لكن شعب الأردن ما شاء الله يعني شعب مضياف وكريم، فهتحسوا حقيقي زي ما أنا بوصف شعوري دلوقتي إن أنا عايش وسط أهلي وسط ناسي يعني. فدي تجربة بس حبيت أقولها علشان أحيانا بيكون عندنا بعض التخوفات من إن إحنا نقيم في بلد غير بلدنا وثقافة مختلفة أو يعني شيء من هذا القبيل. كمان حابب أضيف نقطة عن قسم التصميم الجرافيكي، كوني إن أنا أستاذ مشارك في قسم التصميم الجرافيكي فعايز أقول إن القسم مش بيشترط امتحان قدرات للدخول في أو الالتحاق بقسم التصميم الجرافيكي، ودي بتعتبر يعني ميزة كويسة. وأي استفسارات أو أي حاجة يعني، ده طبعا قسم التصميم زي ما احنا شايفين مختبرات عالية وإمكانيات مجهزة على أعلى مستوى، أساتذة منتقين يعني بشكل يعني كبير جدا رائع. يعني إذا في أي سؤال أو أي استفسار تحت أمر حضراتكم. طيب هنشوف دلوقتي فيديو لكلية العلوم الطبية المسندة، وبعد منه فيديو لقسم التصميم الجرافيكي.
الجدارة عليك بهي السلام. ألو، شكرا لكم جميعا. أي استفسار احنا جاهزين. طبعا في حاجة مهمة انه المعدلات القبول اذا حدا بحب يسأل عنها، زي الصيدلة دكتور صيدلة يعني علمي 65% بقدر يدخل الطالب، تخصصات ممكن 50% 55 65 70 يعني تخصصات متغيرة بالنسبة للمعدلات اذا حدا حب يستفسر. إضافة أنه عندنا تخصص اللي هو الفريد من نوعه غير الكلينيكال فارماسي، في عندنا رعاية طبية وعناية حثيثة، تخصص الوحيد في الأردن ICU، وهذا إجا الحاجة إله من أزمة كورونا، الله لا يعيدها طبعا على الجميع، أنه احتاجوا موضوع ICU والرعاية التنفسية، فتم فتح هذا التخصص ويمنح درجة البكالوريوس. نستقبلكم في جناح جامعة جدارة في الجهة المقابلة، وخاصم 10% لمن يرغب بالتسجيل المباشر على، والخصم يستمر طيلة فترة الدراسة طبعا مش لسمستر واحد. واليوم آخر يوم طبعا للمعرض، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، بنرحب فيكم مرة أخرى في جامعة جدارة في المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا لكم.